مرحبا واهلا وسهلا معي فيديو جديد. اليوم حنحكي عن العناية بالأسنان للأطفال. بنسأل كتير بهذا الموضوع بصراحة. يعني في ناس بيستغربوا لما بيعرفوا انه الطفل لازم يبلش الواحد بعناية أسنانه من قبل ما حتى يطلع له أسنان، يعني بيكون بعده بيبي في من عمر الصفر. يعني من ايمتى ما بده الواحد ببلش؟ ممكن مش بالضرورة يعني من اول شهر، ممكن بعد اول شهر تاني شهر يبلش الواحد بفرشاية اسنان برضو خاصة، لازم تكون مكتوب عليها من صفر، يعني من اول يوم من عمره مثلا. هالشي بس مش بس بيساعد على انه الاسنان بعد هيك تكون تطلع على بشكل صحيح وما يكون في اي فيروس، يعني اي مش فيروسات، كنت بدي اقول انه اي سوس او اي شيء بيخلي الاسنان تطلع بشكل غير صحيح، كمان بيساعد على انه يعني لما الطفل او البيبي يطلع اسنان بيساعد كتير كتير على انه يعني يريح البيبي بالمرحلة التسنين. بنعرف قديش في كتير أطفال بيعانوا وبيبيات بيقعدوا يبكوا بتطلع حرارتهم وبحاجة دائما لشي يفرقوا في أسنانهم. فالفرشاية شغلة كتير منيحة وصحية، بحيث انه اولا يطلعوا الأسنان بشكل صحيح، وثانيا يعني يكونوا نضاف، وثانيا يعني انه نساعدهم على التخفيف من الحك اللي بتصير اثناء التسنين. فتفريش الاسنان برضو كمان بيساعد على انه لما نبلش من مع الطفل وهو بعده بيبي، هذا الشيء بيساعد على انه البيبي برضو او الطفل يتعود بعد هيك على شيء اسمه تفريش الأسنان والروتين هذا اللي لازم يصير. يعني من أهم الأشياء أنه نحن نختار النوعية الصحيحة دائما، زي ما قلت بالنسبة للفرشاية تكون من صفر وما فوق، يعني من صفر مثلا بيكونوا كاتبين لسنتين أو من صفر لثلاث سنين. بالنسبة للمعجون الأسنان حتلاقوا فيه كتير نوعيات، وبرضو بتبلش من صفر ل ما بعرف شو سنتين وست سنين، بس أغلبها بتكون فيها فلوريد، مادة الفلوريد بفضل تبعدوا عنها، مادة الفلوريد، وتبعدوا عن الحبوب اللي بتنعطى للبيبيات لتقوية العظام اللي هي فيتامين دال زائد الفلوريد اللي بيكون بيكتبوهم الأطباء. دائما اطلبوا حبوب خالية من الفلوريد. أنا بالنسبة إلي يعني بشوف هاي الفلوريد مادة يعني مشكوك بأمرها، وممكن تكون سامة وممكن يكون مشاكلها كتيرة. هلأ بمعجون الأسنان مشكلة مادة الفلوريد أنا بالنسبة إلي عن تجربة شخصية لاحظتها إنه هي بالنسبة للأطفال بترقق كتير من الطبقة الخارجية للأسنان، بتضل ترقق لحتى يصير السن نفسه رقيق ويصير يتكسر. وهذا الشيء أنا شفته ولاحظته. بعدين أنا لما لاحظت هذا الشيء فورا غيرت معجون الأسنان للي شايفينه أمامكم، اللي هو من لافيرا، خالي تماما من مادة الفلوريد، زائد أنه هو 100% مواد طبيعية. طبعا هاي مش دعاية، هاي تجربة عن شخص شخصية، تقدروا تجربوا من نوعية الفيليدا بعتقد في عندهم. المهم يكون مواد طبيعية 100%، لازم يكون مواد طبيعية 100%، حتى لأنه الطفل أصلا البيبي بهاي العمر يعني بيبلع هذا معجون الأسنان، فلازم يكون مواد طبيعية وصحية. المواد الثانية أو المعجونات الأسنان الثانية بتكون فيها مواد كيماوية أو مواد غير صحية بالإضافة للفلوريد اللي حكينا عنه بكمية كبيرة. فهو يعني تخيلوا ممكن قديش فيه ممكن يكون مواد مضرة على المدى البعيد اللي بيبلعها الطفل وتعمل مشاكل على المدى البعيد، أو يعني تكتر من نسب السموم بالجسم. طبعا احنا بغنى عن هالشي، فنفضل دائما اي شيء للبيبي نستخدمه 100% طبيعي.
كثير من العالم تستخدم أشياء بس للإسم، يعني والله جونسون، بانتين، لا مش البانتين، هو بيناتن، ما بعرف شو، في ماركات كتير يعني بتكون مشهورة بس للإسم، إنه والله هذا الشيء المشهور كتير بيستخدموه للأطفال فأنا يلا بستخدم منه. ما يعني ما تلحقوا الإسم، الحقوا المضمون، لازم دائما يكون عليه طبعة مواد طبيعية، طبعة 100% طبيعي. بالنسبة لمعجون الأسنان يكون خالي من الفلوريد، وهذا الشيء حتى بالحبوب زي ما قلت لكم، لأنه بيرقق كتير الأسنان وبيخليها تتكسر. الأسنان قوية وسميكة وتكون صحية تماما خالية من الفلوريد، بالنسبة إلي لازم تكون خالية من الفلوريد. وبالنسبة لطعمة، أنا بحب اللافيرا هاي النوعية اللي شايفينها قدامكم، لأنه طعمتها كتير كتير خفيفة، ما فيها تحرق، ما فيها طعمة النعنع هاي اللي بتضايق الأطفال، أو أنه كتير كتير خفيفة، والحلاوة اللي فيها برضو خالية من السكر طبعا أكيد بكل الأحوال، فهو شيء صحي كتير من ناحية المواد الطبيعية اللي فيه، غير انه بيو، زائد انه طعمته ما بتضايق البيبيات والاطفال، غير انه لما انتو تبلشوا، لما يكون العمر البيبي عمره شهر او يعني صفر او اشهر، حطوا كمية بسيطة مرة باليوم، ممكن قبل اليوم عملوه، قبل النوم عملوه كروتين، واستمروا بهذا الشيء لحتى البيبي يكبر. لما يطبق السنتين، بعد السنتين بتصيروا تفرشوا له يوم باليوم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، وهيك خلوها عادة صحية يتعود عليها البيبي من صغره. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء فيديو جديد.